صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت البال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت. صباح الخير مشاهدينا، اهلا بيكم. يوم جديد وحلقة جديدة وصباح الصحة والجمال. النهاردة يوم الخميس 19 ديسمبر 2019، و22 من ربيع الآخر 1441. كل سنة وحضراتكم طيبين، ويا رب عام 2020 يكون عايد علينا بالخير والصحة والسعادة دايما والتسامح. لان الواحد طبعا في 2019 العالم كله مسميه عالم الاحتجاجات، حتى كان في مظاهرات كتيره جدا في بعض الدول، وفي حاجات كتيره جدا حصلت في 2019. يا رب نتمنى 2020 تبقى سنه جميله علينا ان شاء الله باذن الله. مشاهدينا، النهارده طبعا الفقره دي انتوا بتحبوها جدا وبتطلبوها مننا على طول، وهي فقره الابراج. هنتكلم النهارده عن الابراج كلها وايه صفاتها، كل الصفات بقى ومميزات كل برج. يعني هنحاول ان احنا نتكلم بقى عيوب كل برج ايه وصفاته ايه ومميزاته، وكمان هنتكلم عن كل حاجه خاصه بقى بالابراج النهارده. تابعونا ومنتظرين تليفوناتكم واستفساراتكم، ومعنا خبيره الابراج النهارده نجوليتا حافظ. مشاهدينا نروح لفاصل ونرجع نستقبل ضيفنا ونكمل حوارنا. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راح يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت. ورجعنا لكم مشاهدينا ولسه مكملين معاكم صباح الصحة والجمال. والنهارده بنتكلم عن الأبراج، وهنتكلم عن ايه هي الأبراج الأكثر حظا، والأبراج الأكثر طيبة، والأبراج الأكثر يعني كل حاجة بقى. هنتكلم خاص حاجات خاصة عن كل حاجة بالأبراج ومميزاتها وعيوبها. تعالوا نرحب بضيفتنا النهاردة خبيرة الأبراج نجوليتا حافظ. صباح الخير يا نجوليتا. صباح النور، ازيك يا شيرين؟ شرفتينا. كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله سنة 2020 تبقى سنة سعيدة علينا. انا بتفائل من رقم الزوجة 2020. بتفائل بيه. ان شاء الله تبقى سنة سعيدة على كل الناس ان شاء الله. يا رب يا رب يا نجوليتا، يا رب ان شاء الله. طيب احنا بقى النهاردة هنتكلم عن الأبراج، بس هنخصص بقى جزئيات معينة. يعني مثلا هنتكلم ايه هي الأبراج الأكثر طيبة، نشوف بقى الأبراج اللي هي اللي بتتميز بالطيبة. أولا كل الأبراج فيها كل المميزات، ما ينفعش نقول برج معين أطيب من برج. كل الأبراج فيها طيبة، بس أهم حاجة شكل الطيبة ايه، نسبة الطيبة عندهم ايه. فمعروفين الأبراج المائية، السرطان، العقرب، الحوت، من اكثر الابراج اللي ممكن عليهم نقول طيبه وحنيه. الطيبه بتاعتهم والحنيه طالعه بطريقه مباشره. الابراج بقى الناريه ممكن نقول عليهم ابراج طيبه، بس الطيبه بتاعتهم طالعه بطريقه غير مباشره. كل واحد ليه طيبه بشكل مختلف، بس اكثر ابراج بتبقى طيبتهم مفضوحه جدا وبيبقوا حنينين جدا. يعني لو هقول لك على قطه صغيره، هم الابراج المائيين رقم واحد، بعد كده الابراج الترابيين، العذراء والثور والجدي. فتلاقي الحنية بتاعتهم على طول سابقاهم، بيحبوا يساعدوا الناس بسرعة، حتى لو الناس دول جايين عليهم بيحبوا يساعدوهم. فالطيبة والحنية بتطلع بطريقة أنا بقول عليها مبالغ كمان فيها. غير الأبراج بقى الناريين العكس، متحكمين في الطيبة بتاعتهم، بيتعاملوا معاها بعقل. طب مميزات ايه بقى الابراج دي؟ يعني هي طيبه زايده قوي يا نجوليتا بتبقى عيب اوقات، ولا هي بتبقى هم عندهم الاحساس عالي جدا؟ الابراج المائيه الحوت والسرطان والعقرب عندهم احساس عالي جدا. فبيحسوا بسرعه باللي قدامهم، بيحسوا بسرعه الشخص اللي قدامه عايز ايه، بيحسوا بسرعه بمتطلبات الشخص اللي قدامه. فالاحساس زياده عن اللزوم ده هو اللي بيوصلهم ان هم يكونوا حنينين، يكونوا طيبين، فبيحسوا بالناس اللي حواليهم، فبيسبقوا بعمل الخير قبل ما حد ممكن يطلب منهم الموضوع ده. طيب حلو قوي، جميل. وكمان هي ابراج يعني ايه، حتى في المجمل بتبقى جميله كلها مع طبعا بعضها. الاحساس طيب كله عندهم. طب عايزين نعرف كمان الابراج الاكثر ذكاء، يعني اللي بيتميزوا بالذكاء. برضو هرجع وبرضو لازم اقول الجمله دي، كل الابراج ذكيه في حته معينه.
بس بس اهم في حاجه مائي وناري بس زي ما الذكاء اللي ممكن نقول عليه اللي بيبقى على الساحه اللي موجود عين عينك تشوفه هم الاذكياء. برج الثور، برج الثور انا بقول من الابراج الذكيه جدا اللي بتعرف توصل لاهدافها بسرعه، عندها درجه صبر حلو جدا. هي وبرج الاسد برضو، برج الاسد من الابراج اللي ممكن نقول عليها شاطره وذكيه جدا، بيعرف الاسد يتعامل. كمان لما بياخد قرار ما بيرجعش فيه. انا بقولك ما بياخد قرار ما بيرجعش، بيعرف يتعامل ما بين العقل والقلب. هو بيفصل والثور. بين العقل والقلب. بعد كده برج الثور، برج الاسد، برج الجدي، وبرج العذراء برضو من اكثر الابراج اللي ممكن نقول عليها ذكيه جدا. وبعد كده برج الجوزاء، دول الابراج اللي بتعرف تشغل قلبها بعقلها الاتنين مع بعض. لما نيجي نشغل القلب والعقل بتكسبي كتير، صح، بتكسبي حاجات بالذات كتير في الزمن ده. لازم الواحد فعلا يبقى عنده كده ذكاء عقلي، ذكاء عقلي وذكاء عاطفي وعاطفي. امتى يشغل قلبه وامتى يشغل عقله. في ابراج بقى يعني الذكاء اللي احنا بنتكلم عنه ده مش موجود عندهم، بس عندهم ذكاء الطيبه والحنيه اللي انا قلت عليهم، الابراج المائيه اللي عندهم ذكاء الطيبه والحنيه ويساعدوا الناس، فعندهم ذكاء اجتماعي انساني بحته معينه غير التاني اللي عندهم ذكاء اقتصادي، ذكاء خارجي للمجتمعات الخارجيه اكتر. طب نقوليتا، في ابراج بتتحسد يعني زي ما بيقولوا كده نجمها خفيف او هي بالنظره بتتحسد على طول؟ من اكثر الابراج اللي احنا بنقول عليها نجمها خفيف وبتلقط اي طاقه سلبيه حواليها بسرعه جدا هم الابراج برضو المائيين، الحوت، السرطان، العقرب. عشان هم حساسين جدا، على طول حياتهم في عالم الخيال، على طول بياخدوا الحاجه على قلبهم، على طول بيفكروا، على طول عندهم ذكريات، على طول عندهم الماضي متاثرين بيه. فعشان كده الطاقه اللي هم مولودين بيها بطاقه الاحساس الزياده عن اللزوم ده اللي بيخليهم عرضه للحسد، عرضه لاي طاقه سلبيه حواليهم، عرضه للاحباط بسرعه، عرضه لفقدان الامل والتشاؤم بسرعه. فهم اكثر ابراج اللي بيبقوا عرضه للموضوع ده. بس الابراج دي انا يعني بنصح انهم طول ما يكونوا واقعيين اكتر، طول ما يعيشوا على ارض الواقع، طول ما الطاقة السلبية اللي حواليهم مش هتقدر تقرب منهم. لازم يكونوا جامدين اقوياء، عشان الطاقة السلبية بتلاقي الضعيف. بالظبط، يعني كلنا بتمر علينا طاقات سلبية حوالينا. في لحظة ضعف عندك هتتملك منك الطاقة السلبية، فلازم يكون اقوياء. طيب معانا فاتن، صباح الخير، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي حبيبتي، اتفضلي. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. احنا بس عايزين توطي التلفزيون شوية وتسمعنا من التليفون. ايوه حضرتك وطيته. طيب اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت انا كنت عايزه اعرف 30/11. طيب وبالنسبه لجوزي هو 7/27. طيب انت 30/11 يا فاتن؟ نعم. انت 30/11؟ طيب. 30/11 وجوزك 20/7. ايوه حضرتك. حاضر يا حبيبي. الدنيا ملخبطه معايا بقى لها حوالي كام سنه كده. حاضر يا فاتن يا حبيبتي، كل سنه وانتم بخير. طبعا يعني كل الناس بتشتكي من اللخبطه. مش عارفين خاصه برج القوس، يعني برج طيب القوس. طيب هي نشوف جوزها الاول 20/7. هو برج السرطان، ما بين السرطان ما بين الاسد، وهي برج القوس. على فكره هي بتحبه جدا جدا، من كتر ما انت بتحبيه جدا ف القلب لما بيجي يشتغل في اي علاقه عاطفيه تعرفي ان الحياه هتبقى ايه فيها مشاكل. فطول ما احنا شغالين بعقلنا في العلاقه العاطفيه طول ما انت هتكسبي، هتشتغلي بقلبك يبقى العلاقه ممكن ايه تاخد كيرف ايه هبوط. اولا برج، هي برج القوس وهو برج ما بين السرطان ما بين الاسد، هو من الشخصيات اللي ممكن عليها نقول عليها صعبه شويه، مش من السهل حاجه ترضيه، مش من السهل حد يتعامل معاه الا على حسب مزاجه. فعشان كده يا استاذه فانا عايزاكي تعامليه معامله الاطفال. يعني بس نقوليت انا بحس ان القوس والسرطان قريبين من بعض. لا خالص، العلاقه بينهم مش عايزه اعبط والله. العلاقه ما بين القوس، هو في علاقه حب من القوس للسرطان. او مش حب، كمان عشق. في ابراج اسمها ابراج العشاق، بيحبوا بعض كاكبر من مرحله الحب. فالقوس هم دول يعني متفاهمين مع بعض. لا مش مده، في فرق بين التوافق العقلي والتوافق القلبي. هم متوافقين عقلي؟ لا متوافقين قلبيا بس، عاطفة. طب كويس ان قلت. حلو. جميل والله. بس عشان كده بقول لها انت قلبك شغال في العلاقه دي كتير، فحاولي تدي اجازه لقلبك وشغل عقلك شويه. هو ده اللي يعني مشكلة. قلبها هو اللي يعني اللي شغال اكتر، اللي مرجعها لورا شويه وتعبها وعامل المشاكل دي كلها. كلنا الواحد لازم يشغل عقله بقى بعد كده. لازم كلنا نشغل
تاني 20 هتشغل عقلنا، هنركن قلبنا ده. طيب معانا وفاء، صباح الخير يا وفاء. الو، اهلا يا حبيبتي، صباح الخير. صباح الخير يا حبيبتي، اتفضلي. انا 14/2. هو انا ليا تاريخين ميلاد، واحد متسجله فيه وواحد مولوده فيه، يعني ايه اللي هيظبط اكتر؟ المولوده فيه. طيب المواليد 14/2 93. طيب تمام يا وفاء. جوزي 25/11 وبنتي 25/11. حلو. الدنيا 19/11. ايه انت كل 11، جميل، حلو يعني قوي. ده هي اللي واخده الكيرف مع نفسها. هي 14/2. طيب يا وفاء يا حبيبتي تابعينا، هي 14/2 وجوزها 25/11. نسمعهم نشوف الاول الابراج هي ايه. هي برج الدلو. برج الدلو عنده حاله احباط كتير الفتره دي، نفسيته مش متظبطه، حاسس ان هو وحيد في الدنيا وان الناس كلها مش حاسه بيه، فدي الطاقه اللي عند برج الدلو الفتره دي. فعشان كده برج الدلو او يا وفاء عايزاك تقاومي الحاله اللي انت موجوده فيها وتحاولي تقولي لا انا موجوده، ولازم تستمد الطاقه الايجابيه من اي حاجه حواليكي انت بتحبيها. طب نجوليتا، الدلو لو متجوزين بيبقى عندهم مشاكل ولا؟ هم عندهم. طب لو مشاكل. واحد مش متجوز بقى وواحده وعايش وعادي؟ لا، اللي برضه متجوزين عندهم مشاكل مع الطرف الثاني. لا، واللي لسه بقى مش متجوزين لسه ما دخلوش علاقه، الشباب بقى. معظم الدلو الفتره يعني الفاتت دخلوا علاقات قريبه في 2019، عشان هما من 2018 كانوا عايزين يستقروا في الجواز والارتباط. فمعظمهم ارتبطوا في 2019 وقالوا لازم نرتبط، يعني لازم نرتبط. في لحد هذه اللحظه هم ارتبطوا، بس في مشاكل اختلافات في وجهات النظر في العلاقه بينهم وبين الشريك. طيب اوكي، نشوف 25/11 هو ما بين برج العقرب ما بين برج القوس. التوافق بتاعهم في المتوسط، يعني هم علاقة صداقة حلوة جدا، الدلو والقوس بيبقى علاقة صداقة حلوة جدا بينهم وبين بعض، بس المشكلة يعني ان هم كلهم هيعملوا رباطية عليها هي واولادها، اللي يعني التلاتة عاملين كونتاكت حلو يا وفاء بعيدة عنك، فانت لازم تدوري على نقطة تلاقي معاهم عشان خاطر تكوني موجودة معاهم وسط التفكير اللي هم موجودين فيه، عشان هم التلاتة شهر 11 وهي شهر 2، فهم الثلاثه هيبقوا افكارهم شبه بعضها وهي اللي ممكن هتبقى تفكيرها بعيد شويه، فانت لازم تخلقي حاجه مشتركه بينك وبينهم. بس برضو نجريتا بحس ان في توافق شويه يعني. أيوة، مع بعض. ايوه، توافق منها وبين القوس. احنا قلت ان هو برج يعني الصداقه. هما الاثنين بيحبوا يتكلموا مع بعض هي وجوزها، بس الاولاد مرتبطين بباباهم اكتر منها، فعشان كده بقول لك حاولي ان هي تلاقي قاسم مشترك بينها وبين الطرف الثالث، جوزها والاولاد. طيب اوكي، نتابع بقى، نكمل صفات بقى الابراج. لسه بقى انت عايزه تكملي عن ايه؟ يعني مثلا نتكلم عن الابراج اللي اكثر مثلا شجاعه، مين الابراج اللي بتاخد كده اول ما يبقى في قرار تاخده على طول، ما بتترددش ولا بترجع في كلامها خالص؟ اولا اكثر الابراج اللي بتعرف تاخد قرار ما بتندمش عليها ابراج الاسد. الحمل ده مشهور، الاسد في النقطه. الاسد والحمل من اكثر الابراج اللي بياخدوا قرارات ما بيعرفوش ما بيندموش عليها، عشان هم بيتعاملوا بالعقل والقلب. الاسد والحمل من اكثر الابراج اللي بتعرف تتعامل في القرارات بتاعتها بالعقل والقلب، عشان كده هم من اكثر الابراج اللي ما بيندموش على القرارات اللي هم بياخدوها. طيب كان في صديق على الفيسبوك عايز الحوت. الحوت جميل معانا بقى، متابع كل حلقه عشان الوقت للاسف بينتهي. الحوت من الابراج، الحوت اللي احنا بنقول عليها حساسه جدا، عندها الحساسه قويه جدا، حلوه جدا. طب والحياه العمليه ايه الاخبار؟ الحياه العمليه هو يعني بدا يستمد نشاطه الفتره اللي فاتت دي، بدا يخرج من بوتقه حاله الكسل اللي هو موجود فيها، وعايز يعمل نشاط جديد، وعنده كذا طريق المفروض يمشي فيه. واحلى حاجه ان هو بقى برده يفكر بعقلانيه برضو. يعني احنا عايزين كلنا نفكر بعقلنا بقى. طيب طيب ناخد تليفون معانا الاستاذه مي. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بيكي يا حبيبي. اهلا بحضرتك. اتفضل لو سمحت، كنت عايزه اقول على البرج بتاعي. اتفضل. انا 11/1/77. طيب وجوزي 28/6/70 وبنتي 30/6/2001. معلش اطول عليه حضرتك. لا لا اتفضلي. الله يخليك. اخر حاجه 30/6 بنت حضرتك. 2001. طيب يا حبيبتي اوكي. و30 اقول تاني ولا ايه؟ اتفضلي، عايزه مين تاني؟ و30/10/2005 بنت برضه. طيب اوكي. وابني معلش اخر حاجه دي. اتفضلي. 19/7
1989. طيب اوكي يا استاذه، 98 قصدي 98. هي مش مشكله السنه، اهم حاجه عندنا بس الشهر. ميرسي ميرسي يا استاذه. طب عايزك بس تشوفي لي وفق بيني وبين جوزي اللي 11 واحد و 28 6 لا طب بينه وبين جوزي 28 6 و 11 1 اه مظبوط. طيب اوكي يا حبيبتي، اوكي شكرا يا سحر، ميرسي شرفتيني. جوزها 28 6 وهي 11 1، عايز اشوف التوافق ايه. هي برج الجد وهو برج السرطان. التوافق بتاعهم حلو، وابراج الصداقه بينهم وبين بعض. بيعرفوا يتكلموا حلو، التوافق بينهم فكر حلو جدا. بس يعني المشكله ان هي انت، هي اسمها ايه؟ مش فاكره اسمها. مدام مي. مي. هي مشكلتها شخصيتها قويه جدا. برج السرطان عايز الشخصيه اللي ما يبقاش فيها التفكير العقلاني كتير بتاع برج الجد، عايز الحنان، عايز الامان. فانت لازم من وقت للتاني تديله احساس بالحنان والامان، وتديله ثقه في نفسه، عشان من وقت للتاني برج السرطان ثقته في نفسه بتبقى مهزوزه. اما 30 6 برج السرطان دي متوافقه مع باباها، من اكثر الابراج اللي تتوافق مع باباها توافق شديد جدا. 30 10 برده برج العقرب بيتوافقوا. برج العقرب ده بيحب مامته جدا، وهي مامته بتحبه برده، هو بقى ابراج الصداقه مع بعض. بنتها 30 10 19 7 ده برج السرطان برده اللي متوافق برده مع باباها. يعني العيله كلها ما شاء الله، يعني بقول ابراج متوافقه، متوافقين فكريا وعاطفيا حلو جدا. طيب حلو قوي، وكمان يا رب كده في سنه 2020 تبقى حلوه إن شاء الله، ويبقى في فعلا توافق وفي حب وتسامح بيننا وبين بعض، دي اهم حاجه. طيب معانا مين يا براء؟ انت 29 7 و5 6، عايزين 29 7 و25 6. 25 ولا 5 6؟ 25 6. 25 6 لا 5 6. 5 6. طيب مين البنوته مين الولد؟ الولد 5 6 والبنوته 29 7. اول البنوته برج الاسد والولد برج الجوزاء. التوافق بينهم حلو، مش وحش، التوافق بينهم جدا حلو، خاصه ان هم بس الجوزاء يا نجوليتا بحس ان هو يعني بيتضايق بسرعه، بيزهق بسرعه، مش بيدي خطوطه لحد. شخصيته ما بيديهاش لحد، بيبقى عامل زي الزئبق ملهوش ماسكه. الاسد من الشخصيات اللي ممكن واضحه، انا بحس جداً. ان الاسد واضح. الاسد واضح، هو الجوزاء برضو واضح وجميل مش وحش، بس احنا بنقول ان هو ايه، بيبقى عصبي شويه، بيبقى بيتضايق، بينفعل بسرعه، ممكن ياخد القرارات. بصي الاسد والجوزاء من الابراج اللي تتوافق مع بعض، بيعرفوا يمتصوا عصبيه بعض. الغموض بتاع الاسد والغموض بتاع الجوزاء هما الاثنين بيبقوا فاهمين بعض، فالعلاقه بتبقى حلوه جدا، وخاصه ان علاقه صداقه. الاسد بينجذب للجوزاء كعلاقة صداقة، بيحب يتكلم معاه وياخد رأيه، وفي نفس الوقت ان هم عشرينات الشهور، عشرينات الشهور دي بتتوافق مع بعضها اكتر من الابراج الخالصة لوحدها. يعني هم الاثنين، يعني هي ميكس 29 7 خارجة من السرطان وداخلها الاسد، وهو خمسة، هو خمسة هو خمسة خمسة ستة خمسة ستة هو الجوزاء. خمسة جوزاء ستة بس مش 25 بس. فهم العلاقة بينهم حلوة جدا ما شاء الله، يعني ربنا يا رب دايما كده على طول. طيب احنا عايزين بقى نعرف برضو الابراج الاكثر بخلا البخيلة، هنقول في المشاعر ولا في الحياه العامه؟ الاثنين. نقول في المشاعر الاول برضو كده. هنرجع نقول الابراج كلها بخيله لو قدامها برج معاكس ليها. يعني في ابراج مثلا زي الابراج مثلا الترابيه، الابراج المائيين الحوت والسرطان، دول ابراج بيكونوا عايزين مشاعر كتير حلوه، عايزين مشاعر بطريقه مباشره. الابراج الناريه ما بتديش المشاعر بطريقه مباشره، هو الاسد والحمل والقوس بيدوا المشاعر بتاعتهم بطريقه غير مباشره، فبالتالي والحوت برده متهيألي بيدي بطريقه غير مباشره. لا المشاعر ثواني هم بيكون انا بكلمك الابراج المائيه مع الناريين. فبالتالي بالنسبه لهم الابراج الناريه ابراج بارده، ابراج بخيله في المشاعر. فلما يكون في برج مش متوافق مع برج هتلاقيه بخيل في المشاعر وبخيل في الماديات. عموما من اكثر الابراج اللي بيطلق عليها في بخل عندها الحوت، الثور، الجدي، دول من اكثر السرطان، دول من اكثر الابراج اللي بيقولوا عليهم عندهم بخل ماديات. بخل ماديات. لا والله يا نجليت انا متهيألي برضو ما هو بخل ماديات. انا بقول لك ايه بقى اللي بيطلع المقوله دي لازم حد عكس برجهم. يعني مثلا برج مبذر زي القوس، القوس من اكثر برج مبذر، فلما يجي يتعايش مع الثور هيتلاقيه بخيل، او يتعايش مع الحوت هتلاقيه برضو هو حريص. الثور والجدي والحوت بيحب يصرفوا الحاجات في الحاجات، مصرفين جدا بس الحاجات النافعه. القوس بيحب يصرف الفلوس بتاعته في الحاجات اللي ممكن تبقى تافهه. طيب نتكلم بقى برضو عن الابراج اللي بتكتئب، المكتئب على طول.
تحس ان هي يعني شايله الهم على طول. في هو ابراج كده على فكره هو اكثر الابراج هي برضو الابراج المائيه، الحوت والسرطان والعقرب، بعد كده ممكن نقول العذراء، الجدي، الثور، دول من اكثر الابراج اللي بيبقى عندهم حاله احباط بسرعه، حاله اكتئاب بسرعه. الجدي برضو على راسهم عشان هو بيجيله من وقت للتاني حاله تشاؤم من كل حاجه وبيتوقع كل ما هو وحش. برج الجد فيعتبر على القائمه في حته التشاؤم والاكتئاب هو برج الجد، مع انه بيدي باور للناس كلها اللي حواليه لكن ما بيعرفش يدي باور لنفسه. طب واحنا عايزين نقول برضو برج الجدي كل سنه وهم طيبين كلهم بقى، يعني سنه جديده عليهم ان شاء الله. هو اول برج داخل في السنه الجديده. طيب تقولي ايه ليه يا نجوليتا؟ كل سنه وهم طيبين برج الجدي وان شاء الله. هم ليهم 3 سنين اتعذبوا كتير، كانوا متفرجين لكل حاجه حواليهم، واخدين وضع الفرج على كل حاجه حواليهم. انا بقول انهم كانوا في وضع حلو جدا، لا كان عندهم خسائر ولا عندهم مكاسب، بس الموضوع ده بالنسبه لهم حلو جدا ان هم اللي عندهم كاسب ولا خسائر، ده اللي بيؤدي ان هم ايه متصالحين شويه نفسيا مع نفسهم، فبالتالي ان شاء الله متوقع لهم حاجات حلوه ان شاء الله في 2020. والحياه المهنيه والعاطفيه حلوه يعني؟ لا متوقع لهم حاجات حلوه في 2020 عشان هم مفتقدين حاجات كتير لهم 3 4 سنين، فان شاء الله ربنا هيعوضهم في 2020 ان شاء الله. والابراج دايما بنتكلم على اساس ان هي يعني بتدينا تفاؤل وامل، وكمان بنعرف الشخص اللي قدامنا يعني بعض الصفات عشان فيه نعرف نتعامل عشان مع نعرف بعض. نتعامل مع بعض فعلا مع بعض. وتبقى الحياه بتتعاش مره واحده ما بتتعاش مرتين، فلازم نعيشها صح. وكمان احنا عايشين في الحياه، فالانسان دايما يصحى مكتئب زهقان فعلا، المود بيتغير في الحياه طبعا يعني، او في اليوم عامه تلاقي 30 كل ثانيه بسبب الظروف اللي حوالينا او مع نفسنا كده، ممكن يكون من غير سبب. في حالتين بيحصل لنا، حاله الاكتئاب، لا ظروف ضغط علينا، لا ممكن تبقى الحياه حلوه برضو احنا مكتئبين. ربنا لازم خالق الحاجه والنقيض. بس احلى حاجه طبعا ان الواحد يسلم كل حاجه لله، بتبقى طبعاً شيء جميل طبعاً. ويكون عندك تفاؤل في كل شيء يعني، اصل كده كده يعني احنا مش بايدينا حاجه. ايوه يعني هي دي انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد. طبعا. ودي اقفل بيها بقى حاجه جميله جدا يا نجوليتا. طبعا بشكرك جدا يا حبيبتي، ويا رب عام سعيد علينا كلنا ان شاء الله باذن الله. كانت حلقه جميله وصغننه كده وحلوه. ميرسي جدا يا نجوليتا، شرفتينا يا حبيبتي. ميرسي يا حبيبتي، وكلنا يا رب نكون مبسوطين وسنه 2020 تبقى سنه سعيده علينا يا رب. يا رب ان شاء الله. مشاهدينا يا رب تكون الحلقه عجبتكم. طبعا بنشكر ضيفتنا العزيزه النهارده نجوليتا حافظ خبيره الابراج. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، وان شاء الله بقى نشوفكم في موضوعات جديده وحلقات مختلفه. وصباح الصحه والجمال. يا صباح الصحه والخير والجمال، والشمس هي طالعة مع راحة البال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة مع راحة البال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة مع راحة البال. يا صباح الصحة.